تعالوا نشوف سلطة الراهب بقى بتاعتنا مكوناتها ايه. سلطة الراهب عبارة عن بتنجان طبعا مشوي في الفرن، عندنا كمان عصير ليمون وزيت زيتون، ملح وفلفل رومي مكعبات، طماطم مكعبات، بقدونس مفروم ورمان ودبس رمان. هلخبط كل المقادير واحطهم في الكبة ضربة واحدة بس كلهم على بعض عشان بيديني طعم حلو قوي لما بيتضربوا مع بعض كله كده، الأطعمة بتيجي سوا. خلاص هحط كده البقدونس، الفلفل، ما عدا الرمان طبعا. خلاص الطماطم، ماشي، البتنجان، بس البتنجان اهم حاجة واحنا بنحطه نشيل البذرة عشان ما يمررليش سلطة الرايب. سلطة الرايب دي من السلطات اللي دايما اقول نعملها ونحطها كده في التلاجة اسبوع، طالما حطيناها في علبة بتاعت حفظ طعام مش هيحصل لها اي حاجة، وقد ايه مفيدة وحلوة يعني. نشيل بس البذر، وطبعا مية البتنجان نازلة منه دي انا بحبها، انا هاخدها مع السلطة. نشيل بس البذور، يا دي مهمة جدا، وكمان حتى واحنا بنختار البتنجان نحاول نختار البتنجان ما يبقاش مبذر قوي عشان ده بيديله شوية ايه مرارة. هضربه ضربة واحدة بس، نضربه بقى الضربة التانية مع ده. هسيب شوية كده زي ما هم، وحتة من كده وحتة من كده. زيتون وانا بضربه بس. الله على الريحة، بصوا بقى شايفين عامل ازاي. دبس رمان، نسيت فص التومة. لما بقى بسيب شوية طماطم مع بقدونس مع فلفل كده بيدينا نتيجة أحلى، يعني نعملها كده زي ما أنا إيه عاملاها. أحط تاني عشان فص التومة ده اللي إيه. الراهب في الطبق الحلو الكبير ده اهو، هنحط الرمان الحلو ده. تمام كده خلصنا كده سلطة الراهب.